أشرف اليوم القائد الجهوي للدفاع الجوي بالناحية العسكرية الأولى العميد ورتسي أرسلان نيابة عن اللواء قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ولواء قائد الناحية العسكرية الأولى، أشرف على الافتتاح الرسمي لفعاليات الأيام الإعلامية حول قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالمدية. التظاهرة التي تندرج في إطار مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2018 تهدف إلى تعزيز وتقوية رابطة جيش أمة وتدعيم جسور التواصل بين المواطن والمؤسسة العسكرية. كما تشكل التظاهرة فرصة لمواطني ولاية المدية للاطلاع عن كتب على مختلف مهام ومكونات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ودور هذا السلاح في منظومة الدفاع الوطنية. إن مثل هذه التظاهرات أصبحت عادة حميدة في مؤسستنا العسكرية، نسعى من خلالها إلى مد الجسور التواصل بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري الأبي، وتقوية وتعزيز الرابط جيش أمة، والانفتاح على المجتمع المدني بغرض تعريف المواطنين وإطلاعهم عن قرب على مختلف هياكل ومكونات الجيش الوطني الشعبي.